الزوار يشوف في كل مكان، كل مكان شاغر في الميدان يشوف فيه الزوار اللي راح يقدم. قوية جدا الهدف، قوية جدا الزوار، وهدف ممتاز، هدف ممتاز من الزوار. قلت انه في المكان المناسب يجيب كورته وقصة قوية يصوبها كما ينبغي الحارس يسجل فيها شيء. والهدف سجل في الدقيقة 22 من المقابلة عن طريق مزور اللي قلت انه يسجل كما ينبغي وحط روحه في مكان مناسب للغاية، ثم قلب ساعه كانت قوية جدا وفي الزاوية اليسرى للحارس. بن عبد الله يسجل الهدف الأول في هذا اللقاء، هدف ممتاز أنعش الكثير من الجمهور اللي يحضر هذا اللقاء. شوف في ثغرات كبيرة في دفاع لوجي طهران، ذكاء من مزور ليستغل هذه الثغرات، يستغل تذبذب بالانتصار من المدافعين ونادي طهران، استغل هذا الانتصار يعود للدفاع، خرجها لموسى، الحكم لا يقول حتى شيء. مزور ابراهيم يراقب كورتو مباشرة للطاليس او الطارة الطارة ما يتوقف، تاخذ في الكرة تماس، تماس بسبب الزاد فاجي ناحية مزور ابراهيم، مزور ويا الهدف الثاني، الهدف الثاني اروع من مزور ابراهيم، مقوسة كما ينبغي من مزور ابراهيم اللي يتمكن من اضافة هدف ثاني اروع من الهدف الاول يا بعيد، وانتعاش في مباراة شباب بالوداد وحدة تصريفات يا بعيد. ما عندي ما اقول لك لمزور ابراهيم، مزور ابراهيم اللي فت قدراته قلنا منذ قليل، لانه مزور ابراهيم سواء في تسجيل الاهداف سواء في تمرير الكرات للزملاء، ونشوفوا الاعاده في التصوير البطيء كيف تسجيل هدف، هذا الهدف الرائع تصويبه في اليمنى وفي داخل الرجل، يباغت الدفاع ويباغت الحارس بن عبد الله رغم الخبره تاعو بن عبد الله والانتقاء تاعو، الا انه ما تمكنش من يحكم الكرة هذه القوية. وال زاوية أخرى يا محمد كيف أنه مزور بكل الوضعيات يقدر يحدث، وفعلا عنده حدثات قوية كثير، وكل يتمنون هذا اللاعب أنه يروح بعيد في مدينة طهران، عازم على أنه يخلص الفارق في هذا اللقاء. قادة قادة نور الدين طويلة من قادة ناحية بشري لكن كذبة، باجي خطير لما تكون عنده الكرة لصالح دايما، باجي يفتح ناحية بوطالب السعيد في هذه المحاولة بالعطوي أمامه، يحاول بوطالب السعيد ويا والهدف الثالث، ويا كثير والهدف الثالث من بوطالب السعيد، عمل فرد انطلاقا من وسط الميدان ومن بعد تمريرة من باجي بوطالب السعيد يسجل هدف ثالث تفوق به شباب بالوداد، وفرحة كبيرة في مدرجات ملعب خمسة جيليا. وشوف مطالب اللي يتقدم ناحية شباب الوداد، هدف ممتاز هو الآخر. شوف لما يفتح تفتح له المجال ولقى المجال مفتوح أمامه وسجل هدف ثالث بعد الضربة القوية، التصويبة القوية خادع بها الحارس في العارضة، وهدف ممتاز لصالح شباب الوداد. قائم وتدخل السباق رغم الانتقاد بن عبد الله، إلا ما ظل يعمل حتى فيه، وباشي